هنبتدي الاخطاء من مسلسل البرنس. محمد رمضان طبعا شغال في اصلاح العربيات، واحد بيطلب منه ان هو يصلح ليه عربيه. محمد رمضان استلمها هيونداي اكسنت، ده المدير بتاع العربيه، وبعد ما صلحها اديها له هيونداي الانترا. طبعا ده غلط، يعني مش عارف هو ازاي اتعمل كده، بس ده اللي احنا لاحظناه في المسلسل.